معنا عبر الهاتف من بيروت مستشار اليونسكو للبيئة والمخاطر الطبيعية الدكتور بدوي رهبان. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. ماذا يعني انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية المناخ، وما تأثير ذلك على تطبيق معاهدة باريس للمناخ؟ إن الانسحاب ليس بجديد اليوم، فالانسحاب اتخذ القرار به من قبل الرئيس الأمريكي في أوائل يونيو، أوائل حزيران. اليوم تمت مراسلة الأمم المتحدة في هذا المجال بشكل رسمي، وذيول هذا الانسحاب طبعا إنها خيبة أمل، كما كان الرأي العالمي قد أبرز في خلال شهر حزيران عندما اتخذ الرئيس هذا القرار. طبعا هذا مخيب الأمل كان، ولكن نعتقد أن المجتمع الأمريكي وأن القطاعات الصناعية في أمريكا باتت اليوم في مسار تخفيف انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري وللتغير المناخي. نتوقع أن ذيول هذا الانسحاب لن تكون مدمرة بشكل جذري على اتفاقية باريس، فاتفاقية باريس هي تجري مسارها الآن، والدول الموقعة على الاتفاقية لم تنسحب وهي ملتزمة به. وطبعا ينبغي أن نتأمل أنه بعد 3 سنوات حين يتم النظر في الموقف الأمريكي، ربما بعد 3 سنوات يتغير هذا الموقف. الرئيس الأمريكي قال دكتور، أشار إلى أن هذه الاتفاقية تضر الاقتصاد الأمريكي بشدة، تكلف 3 تريليونات دولار وتقضي على 6 ملايين وظيفة صناعية. هل هذه الأرقام كفيلة بأن تعذر دولة صناعية كبرى من الانسحاب من هذه الاتفاقية، أيضا مع الأسباب اللي ذكرتها حضرتك؟ هذه وجهة نظر بعض الأوساط الأمريكية وهذه وجهة نظر الإدارة الأمريكية. إنما المسار الذي نتج عنه اتفاقية باريس، أي الاحتفاظ بدرجة الحرارة الأرض بمستوى أقل بكثير من 2 درجة مئوية، تقليل كمية الغازات الدفيئة من نشاط الإنسان إلى المستوى متدني، المراجعة مساهمة كل دولة في تقليل انبعاث الغازات، كل ذلك إن الدول ملتزمة به والصناعات ملتزمة به والقطاعات الخاصة هي تسير به. ونعتقد أن هذه الثقافة الآن لا يمكن تقييمها بأموال أو بمبالغ مثل ما تفضلت بالسؤال. إن القطاعات الأمريكية لا تتوقف فقط على قطاع الصناعة، هناك عدة قطاعات، هناك شركات مثل شركة جوجل وشركة واتساب مثلا على سبيل المثال هي ملتزمة باتفاقيات باريس. دكتور عذرا عن المقاطعة، لكن أستغل وجود حضرتك، الاتفاقية تهدف إلى منع التدخلات البشرية الخطيرة في النظام المناخي مثل انبعاثات غازات الدفيئة ومواجهة تهديد التغير المناخي. هل الجهود الدولية المبذولة من الدول الأعضاء 157 على قدر المرجو منها الآن؟ نعتقد أن الاتفاقية حددت أرقام، ونعتقد أنه بالرغم من انسحاب الولايات المتحدة، إذا ما الدول الأخرى التي تفضلت بذكرها إذا ما التزمت بأهداف اتفاقية باريس، نعتقد وهذا سوف يراجع بعد 5 سنوات، نعتقد أن هذا المسار نعم يسمح بتحقيق الهدف ويسمح بتخفيف درجة الانحباس. نعم، شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من بيروت مستشار اليونسكو للبيئة والمخاطر الطبيعية الدكتور بدوي رهبان.